السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح التفاؤل والأمل والسعادة المشرقة مع شمس يوم جديد يحمل الابتسامة والطاقة الإيجابية. نصبح عليكم بكل خير مشاهدين ومستمعين الصباح رباح، ومع ساعة منوعة نواكب فيها العديد من المواضيع والفعاليات المختلفة. والبداية مع أبرز العناوين. مكتبة قطر الوطنية تحتفي بفن الخط العربي. جولة في معرض سكيب بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة. ومن ضمن فقرات اليوم متابعينا الكرام ومن حول العالم بتتابعون: منظمة الصحة تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي كوفاكسين المضاد لكوفيد 19. انطلاق حملة تطعيم الأطفال في الولايات المتحدة. من عناوين الحلقة خلونا نتعرف على سؤالنا التفاعلي لليوم: كيف تعرف ابنك بالسيرة النبوية؟ رح نستعرض معاكم مشاركاتكم الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان، واللي من خلالها أيضا تقدرون تتواصلون معنا لأي اقتراح، أو من خلال إيميل البرنامج، أو من خلال هاشتاج برنامج الصباح رباح. أما الحين خلونا نتعرف على النشرة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم. وللمزيد عن حالة الطقس تنضم لنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي فاطمة اليافعي من إدارة الأرصاد الجوية. صبحت الله بالخير أختي فاطمة. صبحت الله بالنور والسرور يا هلا. كلمينا عن حالة الطقس لليوم ولعطلة نهاية الأسبوع، وهل هناك أي تحذيرات؟ ولله الحمد لا يوجد أي تحذيرات جوية لهذا اليوم، حيث من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا خلال النهار وبعض السحب أحيانا، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وللأخوة مرتادي البحر يستمر استقرار الحالة البحرية لليوم مع أمواج تتراوح ما بين القدم إلى 3 أقدام، وعند درجات الحرارة تتراوح حاليا ما بين 27 إلى 33 درجة مئوية، علما أن أدناها سجلت صباح اليوم 18 درجة في الغويرية و 26 في العاصمة الدوحة، على أن تصل العظمى فيها 35 درجة مئوية. هذا ويبقى العلم عند الله. وتشير آخر تحديثات الحالة الجوية إلى استمرار فرص تشكل الضباب الخفيف إلى الضباب على بعض المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع مؤشرات إلى تزايد كميات السحب تدريجيا من نهار الغد، تتهيأ الفرصة بمشيئة الله لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية داخل البحر يوم الغد، تشمل الساحل من يوم السبت إلى منتصف الأسبوع المقبل بإذن الله. أشكر لكم حسن استماعكم، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. شكرا للمتنبئ الجوي فاطمة اليافعي من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
والحين مشاهدينا إلى جولتنا المعتادة بين صفحات جرائدنا الصادرة لهذا اليوم وأبرز ما جاء فيها من أخبار مع الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة العرب. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تلقى اتصالاً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعربت خلاله عن شكرها لسموه على جهود دولة قطر في عمليات السلام في أفغانستان وفي عمليات إجلاء المدنيين من كابول. مجلس الوزراء: الاستراتيجيات الوطنية واستحداث وزارة البيئة يدعمان مكافحة تغير المناخ، مثمناً المشاركة واللقاءات المثمرة لصاحب السمو في مؤتمر غلاسكو بشأن تغيير المناخ. صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر الرئيس الفخري لفاشن تراست العربية شهدت حفلة توزيع جوائز فاشن تراست العربية. رعاية الصحية الأولية تقدم الخدمات النفسية غير العاجلة للبالغين، وذلك في بيئة خالية من الوصمة المتعلقة بهذا النوع من الأمراض وفي إطار مفهوم طب الأسرة. ننتقل إلى صحيفة الشرق. أطباء مختصون: اعتماد لقاح الأطفال من عمر 5 أعوام ضرورة لمكافحة كورونا بعد إقراره من منظمة الغذاء والدواء. هيئة الأشغال العامة: تسلم 8 مدارس للمراحل 3 في مايو 2022، وهو أول مشروع ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وزارة العمل: ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق برنامج إلكتروني لخدمات العمل وتطوير نظام حماية الأجور في إطار التطوير الشامل لقطاع العمل. مكتبة قطر الوطنية تنظم حلقة الحياكة والكروشيه الأسبوعية عن بعد عبر منصة تيمز. إلى صحيفة الراية. كلية الشرطة تحتفل اليوم بتخريج دورة الصاعقة لطلبة الدفعة الرابعة من مرشحي الكلية التي عقدت على مدار شهرين، وشارك فيها طلاب الدفعة بهدف تنمية مهاراتهم وفق أفضل استراتيجيات التدريب الحديث وخططه. الدكتورة مريم الراشد رئيس قسم شؤون الأكاديمية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: بعثات دراسية لموظفي الرعاية الصحية الأولية من القطريين العاملين بالمؤسسة والراغبين في استكمال دراستهم. مؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية وش يعلن منحتين جديدتين للبحوث في مجال التمريض، وذلك خلال مؤتمر المجلس الدولي للممرضات 2021، وستسند المنح للمشاريع التي تتناول موضوعات الاستدامة والإعاقة والصحة. انطلاق الحلقة الأولى من ندوة مقهى المؤلفين التي ستنظم كل 3 في إطار الشراكة والتعاون بين جامعة قطر وإدارة الثقافة بوزارة الثقافة والملتقى القطري للمؤلفين. إلى صحيفة الوطن. مؤسسة قطر أعلنت توسيع شبكة النقل المستدام لترام المدينة التعليمية. إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تطلق سلسلة من الدروس الدعوية في مساجد الدولة المختلفة تحت شعار بصائر. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة اقرأ وعبر. بدء توافد المشاركين في ملتقى التحدي والابتكار الذي تنظمه وزارة الرياضة والشباب ممثلة في النادى العلمية القطرية. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. مجلس قطر للمباني الخضراء يختتم أسبوع قطر للاستدامة في النسخة 6 التي عرفت دعماً من 250 شريكاً ومشاركة 150,000 فرد. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تناقش أثر جائحة كورونا على الاعتماد الأكاديمي. جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم تختتم اليوم. اليوم انطلاق كأس سمو الأمير للرماية بمشاركة خليجية وعربية.
وإلى أخبار العالم، إذ منحت منظمة الصحة العالمية يوم أمس موافقة طارئة للقاح كوفاكسين الذي طورته مجموعة بهارات بايوتيك الهندية المضاد لكوفيد 19. ويعتبر كوفاكسين أول لقاح تم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، كما يعتبر فعال بنسبة 78% وموصى به لجميع الفئات العمرية بدءا من سن 18 عاما بحسب ما يشير إليه بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية. وأوضحت المنظمة أنه يعطى على جرعتين تفصل بينهما 4 أسابيع، مشيرة إلى أنه مناسب خصوصا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه، وبذلك ينضم إلى قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد 19 والتي أعطتها منظمة الصحة العالمية موافقتها. ومن الهند إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن الولايات المتحدة قد بدأت في إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً لقاح فايزر بيونتيك، بعد أن أعطت موافقتها النهائية على استخدامه لهذه الفئة العمرية، مما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من مكافحة جائحة كورونا. وبعد أيام من الحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء FDA، تمت الموافقة على اللقاح من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، مما يمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل في تلك الفئة العمرية. وفي ظل التطورات التي يشهدها العالم ومع سرعة وتيرة الحياة، يعيش الإنسان حياته في ظل تقلبات عديدة وسريعة تتطلب منه مواجهتها بقوة وشجاعة، وتقاس قدرته على ذلك بمدى صلابته النفسية. للمزيد من التفاصيل حول هذا المفهوم يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف المرشدة النفسية أمل الخضر من دولة الكويت الشقيقة. صبحت الله بالخير أختي أمل. لا صباح النور. أنا مها الخضر. عفوا أختي مها، صبحت الله بالخير وهلا فيك معنا في الصباح رباح. هلا فيك، مرحبا وصباح الصباح الرباح، يا هلا فيكم أهل قطر كلكم، يا هلا أختي ليلى. هلا. يعني إحنا نعرف أن تتصف الحياة بتقلب فصولها وسرعة تغيراتها، كلمينا عن ذلك. هي مو سريعة، هي فوق السريعة، يعني ما أعتقد الحين الحياة انوصفت لها بصفة أبي فوق السريعة، لأن بالفعل سريعة مفاجئة وفي كل شيء. يعني بديت برنامجكم اليوم بأخبار الطقس، بالفعل لأن الطقس قاعد يتغير في اليوم 4 فصول، في مفاجآت، كل شيء في الأرض قاعد يتغير، كل شيء على وجه هذا الأرض قاعد يتغير، وإحنا جزء كبير، إحنا الجزء اللي مسخرت له هذه الكرة الأرضية كلها، فأكيد بنتأثر، قاعد نتأثر مشاعر، بأفكار، بسلوكيات، قاعد تطلع فيه لأشياء جديدة مضطرين إن احنا نتكيف نتقبل معاها من أجل الوصول إلى الاستمرارية في التقبل والتكيف وإحنا في أمان، نفسي، جسدي، صحي، بأي وسيلة كانت، محتاجين هالعنصرين، التقبل والتكيف، لأن بالفعل مثل ما قلت أختي ليلى، سريع، مفاجئ في كل شيء، في كل ما تتخيلينه، خصوصا بعد احنا قاعد نمر الحين في التعافي من جائحة كورونا. ال 18 شهر او السنتين اللي فاتوا انقلاب كوني على كل الأصعدة، محتاجين جدا ان يكون لدينا مهارات وقدرات وتكيف وتقبل وأسلحة من أسلحتنا هذه اللي هي الصلابة النفسية. نعم، ايضا يعني احنا يعني يتوجب على الانسان ايضا دائما مواجهه هذه التقلبات بنفس صلبه. لو نعرف المشاهد عن ما هي الصلابه النفسيه.
الصلابة النفسية مثل ما عرفتها أول من تناول هذا البحث والمنهج في علم النفس سوزان كوبازا في الثمانينات تقريبا، لما كانت تسوي رسالة الدكتوراه حق هالموضوع هذا، ومن كثر شدة ملاحظاتها على الحالات اللي تتابعها ومحتوى البحث ورسالة الدكتوراه، شافت إن الصلابة النفسية هي سمات شخصية داخل هذا الإنسان تساعده على إنه يتحمل ضغوطات الأوضاع اللي يمر فيها دون أن يصاب بأمراض بدنية بسبب هذه الضغوطات. ومن بعد هذا ظهر على وجه الأرض ما يسمى بمنهج نفسي يسمى الصلابة النفسية، يدرس في الجامعات ويتناول به البحث ويستخدم في التعالج في التدريب وأيضا في الإرشاد والعلاج النفسي. نعم، أيضا يعني أستاذة مها اللي نعرف أنها تعمل الصلابة النفسية على تحسين قدرة الإنسان على أنه يتدارك وتقييم ومواجهة، كلمينا عنها. الصلابة النفسية تعطي مثل الاستعداد حق الإنسان لأنه صار مسلم فيه وجود ضغوطات حياة وجود ظروف مفاجئة للإنسان، لا تسير الحياة على وتيرة واحدة من الانبساط الروتين الفرح ما في مشاكل، لا، الصلب نفسيا يدرك أن هناك منغصات، يدرك أن هناك مشاكل، يتفهم أن هناك ضغوطات قد تخرجه بعض الأحيان من طور الاتزان النفسي والعاطفي وقد تصيبه بأمراض. الصلابة النفسية استعداد عند الإنسان، كلنا عندنا استعداد للصلابة النفسية، لكن يتدرج من شخص لآخر حسب فروقاتنا الفردية، حسب تربيتنا، حسب بيئتنا، حسب النظام التعليمي اللي احنا تعلمنا فيه، حسب المجتمع اللي احنا نعيش فيه. إضافة وقبل هذا كله، سمات شخصية أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الشخص، هل يكون صلب نفسيا متوسط الصلابة أم هش نفسيا؟ تيجي العوامل الأخرى اللي هي التنشئة والأسرة والمدرسة والمجتمع تقوي أو تضعف مستوى هذه الصلابة. نعم، يعني نقول لنصل لهالقدرة لابد أن يعني من التخلص من مواطن الضعف، شنو رأيك؟ بالفعل لازم تتخلص من مواطن ضعفك، مواطن ضعفك خصوصا مواطن الضعف اللي تسبب لك الألم والأذى النفسي، لأن هناك اشتراك بين الجسد والبدن، إذا ضربت النفس وظهرت المواقف الضاغطة كمشاعر سلبية متنامية غير متحكم فيها مثل الأشهر على وجه الأرض، القلق، التوتر، الخوف، الهلع، توقع الأسوأ إلى آخره، الغضب، إذا ظهرت هذه المشاعر بشكل متزايد بدون سيطرة وتمكن وتحكم تبدأ تطلع الصلابة النفسية وتصبح النقيض، تصبح هشاشة نفسية. نعم. فما أقدر أتقبل، فلازم أوصل إلى نقطة ضعفي، أنا نقطة ضعفي قلق متزايد، توتر متزايد، غضب مرتفع في التواجد على ساحة المشاعر فيربك الأفكار ثم يربك السلوكيات فيربك التحمل، أعرف أين مواطن الضعف. ودائما أقولها، الوقاية ليست خيرا من العلاج، الوقاية هي العلاج خصوصا في الزمن هذا، وقايتنا اليوم تحتاج الوعي للوصول للصلابة من أجل الهدف وهو الصحة النفسية. نعم، يعني إحنا عرفنا عن الصلابة النفسية، لو تقولي لنا الركائز اللي تقوم عليها الصلابة. ثلاث ركائز بالضبط تقوم عليها الصلابة النفسية، اللي هي التحكم. أتحكم في ماذا؟ أتحكم في مشاعري وأفكاري وسلوكياتي، هالمثلث هذا. رقم اثنين، أتحدى. وأتحدى شنو؟ أتحدى عنصر كبير قام ينتشر وهو بدأ منذ بدأت البشرية وخلقة الله سبحانه وتعالى لبني آدم على وجه الأرض، اللي هو الخوف. فيما سبق كان الخوف الدافع للاستمرار، تلبية الحاجات، الوصول للراحة والأمان، لكن هذا الخوف تزايد في الوقت الحاضر نتيجة للصعوبات اللي كلنا نلاحظها يا أستاذتي ليلى. أتحدى ماذا؟ أتحدى الغموض، المجهول، ماذا سيصير في المستقبل، ليس غما بالمستقبل ولكن تداركا لأوضاع مستقبلية قد تكون أكبر من طاقاتي واحتمالاتي، فأكون بالتحدي مستعدة لعنصرين اللي هما التحدي من
الخوف مواجهته بالشجاعة، والصلابة النفسية تعني بالدرجة الأولى الشجاعة، والغموض أتحدى الغموض الخوف من الغير مكشوف أمامي، ثم الالتزام بعد ما عدلت مشاعري وسلوكياتي وأفكاري وتحديت الخوف والغموض، هني أقدر ألتزم التزام قانوني، التزام ديني، التزام أخلاقي، التزام عاطفي إلى آخره من أنواع الالتزام التي أتكيف بها مع الالتزامات اللي موجودة عندي في المحيطات اللي أنا عايشة فيها. ثم يأتي العنصر الرابع، وهو أن أثق أنني سأصل إلى مستوى مرضي من الصلابة النفسية يبعدني عن ما يضغط على مشاعري وأفكاري ويؤدي بي إذا لم أصل إلى نسبة من التحكم فيه وفي ضغوطاته عليه أن يؤدي بي إلى أمراض بدنية خاصة بهذه الضغوطات النفسية. نعم، ختاما من خلال خبراتك في مجال الإرشاد النفسي والتدريب، ما مدى سهولة اكتساب الإنسان لوسائل دفاعية جديدة؟ أنا راح دائما أقولها للمتدربات والمنتفعات المسترشدات عندي في الجلسات الإرشادية، أقول لهم صيروا سلاحف وخلوا المخيلة والتخيل عندكم في أعلى وأقوى مهاراتكم تكون في هالمجالين. شلون أصير سلحفاة؟ لما تصير مواقف ضاغطة، وهذه المواقف ضاغطة تصير معاي يوميا بسبب عادات سلوكية سيئة عندي اللي هي مثلا تخيل الغضب الشديد، أقول لها إذا أنت متعودة تغضبين أتفه الأسباب اخذي مهارة السلحفاة. شلون تمشي السلحفاة؟ تمشي بطريقة بطيئة جدا لكن عليها قشرة. أنا أقول لها امشي بطيئة جدا لكن طبقي قانون في العلاج المعرفي السلوكي يسمى ريسك، مأخوذ من أربع كلمات: relax, evaluate, set an intention and take action. ترخي، قيمي، حددي، ثم بعد ذلك تصرفي. استرخي اللي هي التوقف عن ردود الأفعال السريعة أثناء حالة الغضب. مثلا كلمي نفسك، لا على طول من يجيلك موقف حاد على طول تغضبين يفلت منك الأقوال والأفعال والتصرفات. بعدها قيمي، شوفي جدل مع الذات، ما هذا الموقف، ما هذا الذي حدث، أبذلي قصارى جهدك كي تعرفين بماذا تشعرين وماذا يحدث وهل هناك خطر. حدد النية، ماذا سأفعل وماذا أحتاج لهذا الفعل. بعد تحديد النية بعدها تصرفي واخذي الفعل المناسب لهذا الحدث المناسب. نعم، لكن بدون اندفاع. وآخر شيء، قدرتي تستمرين في حالة مسيرة السلحفاة، قدرتي ما قدرتي حاول مرة أخرى. لكن دائما أقول لهم إياك وأن تبقي داخل القشرة اللي هي صدفت السلحفاة، اخرجي للواقع ونفذي قانون ريسك لكي تستطيعي أن تصلي إلى التكيف والتقبل وتكوني صلبة نفسيا. أما التخيل فإذا كان وضعك في حياتك صعب ومبتلى بظروف سيئة فاستخدمي الخيال لكي تحددي أهدافك، لأن العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. العقل يزود بما تعطينه أنت من حقائق وأوامر، فدائماً أعطوا عقولكم الأوامر السليمة لكي تصلوا إلى استمرار التحكم بالمشاعر وتحكم أكبر بالأفكار، ثم سلوكيات وعادات داخل الواقع تكون حسنة وإيجابية. شكرا لك استاذه مها الخضر، مرشده نفسيه ومدربه من دوله الكويت على هذه المعلومات. مشاهدينا، فقرات مواضيع الصباح رباح مستمره معاكم من بعد الفاصل، خليكم ويانا. هناك ارتباط وثيق بين الاكتئاب ونقص فيتامين د في الجسم، وقد يتسبب نقصه في أمراض أخرى تتعلق بصحة العقل.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. الحين ننتقل مباشرة إلى زميل سلطان النعيمي المتواجد في كتارة ليطلعنا على فعاليات معرض سكيب. صبحك الله بالخير سلطان. صبحك الله بالخير زميلتي نيلة، ونصبح أيضا على مشاهدينا ومستمعينا الكرام متواجدين معاكم في الحي الثقافي الكتارة، حي الثقافي كتارة، حيث يستضيف المعرض الفني الأول لمركز رسم الإبداع الفني سكب، والذي هو نتاج ورشة فنية قدمها الفنان التشكيلي الكويتي الدكتور وليد سراب، وهي الأولى من نوعها بعنوان توظيف سكب الأكريليك في العمل الفني بهدف نقله إلى لوحة فنية متكاملة. وانطلق المعرض يوم أمس الأربعاء وهو مستمر حتى 23 من الشهر الحالي. الحديث أكثر يسر لنا أن يكون معنا الدكتور وليد سراب من الكويت. صبحك الله بالخير، وحدثنا عن هذه الأعمال الفنية وأيضا ورش التدريب للرسامات. أول شيء صبحكم الله بالنور ومشكورين على حضوركم. أنتوا الإعلاميين أنتوا شيء أساسي بالنسبة لنا، أنكم توثقون الجهود اللي قاعد نبذلها، أنتوا توثقونها وتأطرونها وتقدمونها حق الجمهور بأحسن ما يمكن. هذا أولا. بالنسبة حق المعرض هذا، فمثل ما تفضلت، هو نتاج ورشتين قدمناهم مع مركز رسم للفنون للإبداع الفني، وطبعا كانت قبلها لقائي مع أستاذة منى السادة في الكويت، شافت التقنية هذه والعمل هذا، قالت أبد لازم أتي عندنا وتقدم ورش وتقدم هالنوع من الفن حق دولة قطر. فجيت أول مرة وقدمنا الورشة، وكان نتاجها جدا زين، مما شجعها أنها تطلب ورشة ثانية تكمل فيها نفس الأسلوب هذا العمل، عشان نطلع في معرض يليق في مستوى كتارة، لأن كتارة حتى احنا بالكويت سمعتها جدا عالية، ووجهة لأغلب الفنانين، مو أغلب، كل الفنانين في الكويت. يعني حتى أنا بالكويت أقول لهم مركز ثقافي في كتارة بقطر، صج وشلون وكذي، يعني واو بالنسبة. فأنا جدا سعيد بتواجدي هني في كتارة، وتشرف أكون بينكم وأخو حكم. دكتور، لو نوضح لمشاهدينا ما هو فن سكب الأكريليك. أوكي، وما هي أبرز تقنياته؟ فن السكب أو أكريليك بورينج هو فن معروف موجود، وحتى هنا أنا سمعت أن حتى في قطر يقدمون دورات فيها، وما تحتاج إلى خبرة فنية، لكن فيها تقنيات معينة يبيلها ذوق راقي عشان تطلع بلوحات فنية. هذه المرحلة الأولى، والكل يسويهم معروفة، لكن الشيء الجديد عليها أن انتقال بهالتقنية إلى مرحلة العمل الفني، إنك تشوف اللوحة هذه أو السكب هذا شنو يعطيك من إيحاءات عشان تأكد عليها وتطلع فيها إلى لوحة فنية مكتملة العناصر الفنية. تدري عناصر الفن من إضاءة، من ضوء وظل وإيقاع ووحدة، وعناصر فنية الشكل والعناصر الفنية المعروفة. فمن هني بدأنا نشوف اللوحات بدأت تأخذ أكثر من هنا، بس فقط تقنية صارت إلى عمل فني متكامل. وبصراحة يعني بشغف المتدربات اللي كانوا موجودين خلينا نتجرأ نطلع، بس إن نتاج ورشة إلى نتاج معرض. تدري نتاج المعرض يختلف عن شيء، عن نتاج الورشة، لأنها تحتاج إلى لوحة متكاملة تصير الناظرين مقبولة لدى المتلقي اللي قاعد يحضرون لك المعرض. دكتور، متى بديت تهتم في هذا الفن؟ الحقيقة يعني إيه، هذه تجارب بدأت في تقريبا صار خمس سنوات، ثلاث سنوات ما قدمت ولا شيء، فقط إني أجرب. وياما وهذا طلبي حق الناس اللي قاعد تشتغل في النوع، إنها يكون عندها صبر، لأن في وايد مراحل إنك ما تنجح فيها، لا تيأس، تكمل. كل ما تطيح لازم تعرف شلون تقوم وتكمل. أنا ثلاث سنوات بس أجرب وأدور البدائل، لأن مو كل المواد المطلوبة موجودة في بلدنا، لكن في بدائل عنها، والحمد لله نجحنا توفير هذه البدائل. يمكن الشيء يعني الأساسي، وأنا موجود هنا أقول لهم شنو هذه البدائل عشان تنجح في الشيء اللي تبيه. دكتور، من خلال تجربتك لهذا الفن، ما مدى اهتمام الناس التي تصلك، وما مدى رغبتهم في تعلم هذا الفن؟ أقول لك وعدوا لما كلمتانا، من يوم ما مشيت هذا الفن
بدأت أقدم لوحات في الكويت، الحمد لله فائز في 4 جوائز في على مستوى الدولة، وكلهم بهذه التقنية وهذا النوع من الأعمال. الفنانين كلهم قاعد يقولوا لي دكتور وليد كمل هالطريقة هذه جديدة وأصل فيها وانشرها، حتى يعني حتى البعض قاعد يقولون هذه لازم مناسبة أقولها، إن البعض يقول وليد لا تقول الأسرار وكذي. قلت لهم لا، الفنان الزين واللي ما يخاف يقدم الشيء اللي عنده ويقول حق الناس، فهي مو أسرار، بالعكس يشوف الناس شو ممكن تعطي من رؤى جديدة، مو بس رؤيتي أنا فقط لا غير. فالحمد لله قاعد ينتشر ولها قبول كبير. يعني دكتور، أنت حصلت على جائزة تشجيعية سنة 2020 على لوحتك اللي هي الأب، زين لو نتكلم عن هذه اللوحة وما أهمية هذه الجائزة بالنسبة لك. يعني أول شيء الجائزة هذه حق بالنسبة للفنون، كل سنتين الدولة تختار طبعا من خلال المعرض ومحكمين من داخل الكويت وأيضا من خارج الكويت ينتقون فنان واحد، والحمد لله في 2020 كانت من نصيبي أنا، واللي يفوز فيها خلاص ما عاد له حق يشارك مرة ثانية بهالمسابقة لأنه مرة بالعمر. بالنسبة حق لوحة الأب، لوحة الأب يعني إحنا طول الوقت الأم مسكينة، الأم جمعة تحترق، الأم وهالريال هالمسكين ما له شيء، بالمعنى وقت الصجية ما لهم الكل، بما فيها الأم ما لهم إلا الأب. قلت لا، هالمرة نعطي كريدت حق الأب وتكون لوحة حقه. واللوحة كانت عبارة عن رجل شايل طفلين، ويعني في مناسبة اللاجئين وقت المحترق شلون مو مهتم بنفسه قد ما هو أنه بيشيل ولدينه وياه ويصعد فيهم إلى بر الأمان. دكتور، احنا استمتعنا بالحديث معك، كلمة أخيرة توجهها لمشاهدينا عبر شاشتك، شاشة قناة الريان. الحقيقة أنا جدا سعيد أني موجود بينكم في قطر، ويعني تدري إحنا أهل الكويت محبين لدولة قطر، وأنتوا يعني شملتونا بطيبتكم ويعني خليتونا نحس ما إحنا بدولة ثانية، بالعكس إن بلدنا وبين إخواننا، ويعني شلتونا يعني وايد، يعني ما اللسان يعجز عن التعبير عن شكركم. شكرا لك. شكرا، الله يحفظك يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، كان معنا الدكتور الكويتي وليد سراب، فنان تشكيلي وأيضا يقدم فن الإكليريك أو فن السك. المعرض من أمس ابتدى وبينتهي في تاريخ 23 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء. اللي مهتم في هذا الفن أو يبي يتعلم يجي هذا المعرض ويشارك الأخوان ويشارك أيضا الدكتور والمشاركين والجميع في هذا المعرض. هذا ما لدينا من الحي الثقافي كتارة، ونرجع لتشانيلة في الاستوديو. شكرا لك أخوي سلطان، كل الشكر موصول لضيفك من معرض سكيب. مشاهدينا، ومن المعرض الفني الأول إلى مخيم سيلين، حيث افتتحت مؤسسة حمد الطبية عيادتها لموسم التخييم الشتوي 2021-2022 في منطقة سيلين للسنة 12 على التوالي، حيث تستمر أنشطة العيادة حتى نهاية موسم التخييم، ويأتي افتتاح عيادة حمد الطبية في موسم التخييم كل عام ضمن التزام المؤسسة بتوفير أفضل رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة لكافة السكان في كافة مناطق البلاد. بنتعرف أكثر على عيادة سينين مع الدكتور حامد غريب، المسؤول الطبي في عيادة سينين في مؤسسة حمد الطبية. صبحك الله بالخير يا دكتور. صباح الخير وصباحكم رباح. دكتور، في البداية لو تكلمنا عن أهمية تواجدكم كل عام في سينين في موسم التخييم. في الحقيقة دي زي ما حضرتك تفضلتي، ده العام 12 على التوالي بمبادرة كريمة من مؤسسة حمد الطبية بتقديم الرعاية الصحية العاجلة والأساسية لمرتادي شاطئ السلين والمناطق المحيطة بها. والحقيقة العيادة بتعمل على مدار الساعة في عطلة نهايات الأسبوع، تبدأ من يوم الخميس الساعة 3 بعد الظهر لغاية يوم السبت 5 مساء على مدار الساعة. نعم، لتقديم الخدمات الصحية. نعم، لو تذكر لنا الخدمات الصحية والتجهيزات والإمكانيات الطبية اللي تقدمونها داخل العيادة.
هي العيادة طبعاً مجهزة بكل الأجهزة الطبية اللازمة في الحالات الحرجة وحالات الحوادث، متوفر طبيب وممرض على مدار الساعة مع تواجد سيارات الإسعاف والإسعاف الطائر عند اللزوم، بيتم استدعائه للحالات الحرجة. طبعا ما هي عيادة متكاملة يتم فيها تحاليل فحوصات أشعات، لكن هي عيادة أساسية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمرتادي الشاطئ عند حدوثها، ثم بعد ذلك يتم تحويل الحالة إلى إحدى مستشفيات مؤسسة حمد، وطبعا مستشفى الوكرة هي أقرب مستشفى بيتم التحويل لها، حيث يتم تقديم كل ما يحتاجه المريض من فحوصات وتحاليل أشعات. نعم، بالنسبة يعني دكتور، شنو نوع الحالات اللي يتم التعامل معها في العيادة؟ يمكن هناك تكون حالات بسيطة، يمكن تكون هناك حالات يعني عادي أنتم تضطرون تودونها إلى المستشفى. تنقسم الحالات لثلاث أنواع: الحالات البسيطة، الحالات المتوسطة، والحالات الحرجة أو الشديدة. الحالات البسيطة طبعا بيتم علاج المريض، ياخد العلاج بتاعه، بيفحصه الطبيب، يعطيله الدواء ويمشي. الحالات المتوسطة بيفحصه الطبيب ويقدم له العلاج اللازم، وقد يحتاج إلى الملاحظة في العيادة لبضع ساعات حتى تستقر الحالة. في حال استقرت الحالة بياخد علاجه ويروح. إذا احتاجت الحالة إنه لمزيد من الفحوصات والتحاليل والأشعات، وإنه تتم معاينته عن طريق الأطباء المتخصصين في الأفرع المختلفة، بيتم تحويله لأقرب مستشفى كما قلت، وهي مستشفى الوكرة التابعة لمؤسسة حمد الطبية. وفي يعني معظم غالبية الحالات بيكون عن طريق سيارات الإسعاف. في حالات محدودة جدا 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 بنحتاج إن احنا نستعمل الإسعاف الطائر. نعم، شكرا لك دكتور حامد غريب، المسؤول الطبي في عيادة سلين التابعة لمؤسسة حمد الطبية. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، والحين نترككم مع بعض القرارات التي حدثت في مثل هذا اليوم، ولنا عودة. حدث في مثل هذا اليوم 4 نوفمبر تشرين الثاني. في مثل هذا اليوم من عام 1649 أعلن القيصر الروسي أليكسي ميخايلوفيتش 4 نوفمبر يوما للوحدة الوطنية في روسيا، واستمر الاحتفال به حتى قيام الثورة البلشفية، حينها ألغي وتوقف الاحتفال به حتى عام 2004 عندما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يضع هذا اليوم ضمن الأعياد القومية التي تحتفل بها روسيا رسميا. وفي مثله من عام 1922 اكتشف عالم الآثار الباحث الإنجليزي هوارد كارتر قبر توت عنخ آمون، وأحدث هذا الاكتشاف ضجة إعلامية واسعة النطاق في العالم في ذلك الوقت. وفي مثله من عام 1939 عرضت أول سيارة مكيفة في ولاية شيكاغو الأمريكية، إذ كشفت شركة السيارات باكارد موتور كار النقاب عن سيارتها الجديدة، وكانت أول سيارة تأتي بوحدة تكييف هواء من ضمن مكوناتها الأساسية.
مشكلة بذلك ثورة في عالم السيارات. أرحب فيكم من جديد مشاهدينا، وصلنا الحين معاكم لفقرة التواصل الاجتماعي، وسؤالنا لليوم: كيف تعرف ابنك بالسيرة النبوية؟ خلونا نشوف أول مشاركة، هي عن طريق القصص، مع أن تكون أول المطبقين. حلو أن نجيب لهم حق عيوننا قصص مصورة ونقرأ لهم القصة، وتكون هناك صور عشان يتعلمون وتوصل لهم السيرة النبوية بصورة حلوة وأيضا بسهولة وأيضا بتعليمه إياها. والمشاركة اللي بعدها: التربية الدينية لها أثر كبير في تنشئة الطفل. بعد حلو أنه يعني إحنا نعلم عيوننا عن التربية الدينية من عمرهم 5 سنوات. والمشاركة اللي بعدها واللي هي آخر مشاركة: من خلال المناهج الدراسية والتربية الأسرية والإعلام أيضا. حلو بعد يكون لنا في المنهج، يعني الحمد لله احنا عندنا في المناهج هناك قصص وسير سيرة نبوية يذكرونها حق عيالنا من الروضة، فهذا حلو ان احنا نأسس عيالنا. ومشاهدينا أيضا إلى هاشتاغ اليوم وهو تربية الأبناء، خلونا نشوف أول تغريدة وهي: استمع لأي شيء يرغب أبنائك أن يخبروك به، إن لم تستمع للأشياء الصغيرة الآن فلن يخبروك بالأشياء الكبيرة لاحقا. والتغريدة اللي بعدها: أعملوا على توجيه أبنائكم إلى الطاعة من الصلاة، الصيام، الصدقة بأسلوب محبب إلى النفس، ولا تنفروهم بالشدة والقسوة. والتغريدة اللي بعدها: في بعض الأحيان تؤدي محاولات الوالدين العشوائية لكسب احترام أبنائهم إلى فقد الثقة، فعندما يتخوف الأبناء من أن يقللوا من احترامهم لوالديهم يتخوفون من والديهم ككل، والطفل الذي خاف من ردة فعل والديه لمشاعره الجياشة يقلل من مشاركة هذه العواطف معهم تدريجيا. هذه آخر مشاركة. وحلو بعد مشاهدينا أن إحنا نحتوي عيالنا ودائما نكون معاهم ونسألهم، خليهم يقولون لنا كل اللي بخاطرهم. مشاهدينا، تنادى المهتمون بالتربية والتعليم بضرورة تعليم القاعدة النورانية في سنوات التعليم المبكر، فما القاية من ذلك وما الوسيلة إلى ذلك؟ حول هذا الموضوع يسرنا أن نلتقي هذا الصباح عبر الاتصال الهاتفي بالسيدة منال عبد الحميد، موجهة قرآن كريم ومدربة معلمات الدروس الهجائية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. صبحت الله بالخير أختي منال. صبحت الله بالنور يا أختي نيلة. هلا أهلا. في البداية لو نعرف المشاهدين على القاعدة النورانية وما هي استخداماتها. القاعدة النورانية ممكن نقول إن هي أصل أو أساس لتعليم قواعد اللغة العربية بداية، ثم تعليم قراءة القرآن بعد ذلك. هي تعتبر دورة تدريبية، بتعطى الكتاب موضوع على هيئة دورة تدريبية، بتعطى طبعا إحنا بما إننا نتكلم عن النشء فهيكون كلامنا كله عن النشء إن شاء الله بإذن الله، إن هي تعطى للطفل في سن مبكر. نعم. ليستطيع إن هو يقرأ القرآن بطريقة طيبة، يستطيع إن هو يحسن لغته بطريقة طيبة. طبعا بالنسبة لاستخداماتها، إن هي يعني أفضل استخدام ليها إن هي بتعلم الطفل كيفية قراءة اللغة العربية قراءة صحيحة، وكيفية أيضا كمان ممكن نحن عن طريق القاعدة نعلمه كيفية الكتابة. طبعا في المراحل اللي هي مسموح فيها للطفل إن هو يمسك القلم فيها ويكتب، بتكون طريقة طيبة جدا وسهلة في إن هو يتعلم كيفية قراءة القرآن. طبعا لأن الكتاب وضع على طريقة تدريجية طيبة، تبدأ بالوحدات البسيطة ثم بعد ذلك المركبة ثم بعد ذلك، فتجد يجد الطفل فيها متعة ويجد الطفل فيها سهولة في كيفية تعلم قواعد اللغة العربية وبالتالي تعلم القرآن الكريم فيها. نعم، يعني نقول إن القاعدة النورانية قاية ووسيلة في آن واحد، شنو رأيك في ذلك؟ لا، هي مش غاية ووسيلة، هي وسيلة للوصول إلى غاية. نعم، ومن يعني متى يعني نعم.
استاذه منال عفوا، من متى يعني يبدا نقول كولي امر، من متى ابدا انا اعلم طفلي القاعده النورانيه؟ والله احنا يعني ممكن من وقت ما بدايه الطفل يستطيع يبدا الكلام، يعني احنا جربناها كتجربه وطبقناها عندنا في مراكز التحفيز النسائيه من 3 سنوات و3 سنوات ونص. نعم. استطاع الطفل بفضل الله ان هو يستوعب الامر ويمشي، وبالعكس عدل اللغه عنده، حتى كان ياتينا بعض الاخوات معاهم اطفالهم في مشكله في مساله التخاطب، بفضل الله يتعدل الامر دوت معاهم الحمد لله. بالنسبه نقول ما هي الاثار التي نقيسها على متعلمي القاعده النورانيه، وشنو الفائده الحقيقيه من وراء حفظها؟ طبعا هو الاثار اللي بنقيسها على متعلمي الحروف الهجائيه ان هي تعديل اللسان. اول شيء ان صحه اللسان فعلا بينطق اللغه العربيه بطريقه صحيحه، فتلاقي اللي تعلم الحروف الهجائيه متميز في اللغه العربيه، حتى الطفل لما يذهب الى المدرسه تجد دائما علاماته طيبه في الاملاء، علاماته طيبه في القراءه، في التعبير، في اللي هي موضوعات الانشاء وما الى ذلك. ليه؟ لانه هو تاسس اصبح عنده صحه لسان في نطق اللغه العربيه. ايضا في انا لما اتعلم اللغه العربيه وليس صراحه حفظها، يعني انت حضرتك بتقولي لي الفائده من حفظها، هي ليست حفظ بقدر ما هي طريقه ان انا اتعلم بيها كيفيه القراءه فقط. طبعا من فوائدها ايضا ان هي بتعلم بطريقه سريعه وهي محببه، لان هي يمكن طريقتها لما احنا بنعطيها للاطفال بنعطيها على هيئه شيء ملحن، يعني شيء كده فيه نغمه بسيطه حلوه، فبتبقى شيقه بالنسبه للطفل ان هو يتعلم اللغه بطرق جديده وليس بالطرق الاكاديميه، ان الحرف ده اسمه ايش واكتبه وكذا، فبيبقى الطريقه محببه، فبيبقى ليها اثار طيبه جدا على اللي بيتعلم الحروف الهجائيه. وبالنسبه للاطفال ايضا يعني بالدراسات الاكاديميه اللي عملوها في مجال التعليم وجدوا ان الطفل اللي بيتعلم القاعده النورانيه قبل سن المدرسه بيتعدى مراحل عمره 3 سنوات، يعني الطفل اللي عنده 4 سنوات عندي داخل الروضه كانه وهو في القراءه وتعلم اللغه تعلم الحروف الهجائيه كانه اصبح عنده 7 سنوات في مساله القراءه. بتفرق كبير جدا صراحه ومهمه جدا يعني. نعم، ايضا يعني احنا عرفنا ان وزاره الاوقاف طرحت دروسها على موقعها الالكتروني بطريقه تفاعليه، كلمينا عن جوده هذه الفرصه. هي فعلا فرصه جيده جدا، فعلا ممتازه، ان حتى الاب او الام اللي ما يجد من يعلم اطفاله يستطيع ان هو يفتح موقع الوزاره، يدخل على الايقونه اللي موجود فيها الدروس الهجائيه، يفتح طبعا هي موجود فيها الكتاب المكتوب وموجود ايضا المقروء، يعني بيضغط على ايقونه القراءه يظهر له الشيخ اللي هو مسجل يقرا الحرف بالطريقه الصحيحه، يعني حتى لو الام او الاب لم يستطع ان يجد لطفل من يعلمه يستطيع هو ان يعني يدخل على الموقع ويعلمه، طريقه يسيره، طريقه سهله، حتى لو الطفل معه ممكن يذهب الى مركز يتعلم كذا، يستطيع الام والاب حتى لو انهم ما اخذوا القاعده يستطيعوا يراجعوا معاه عن طريق اللي هو الموقع الموجود في الوزاره، فهو فعلا موقع متميز ودائما في تطور، يعني كل سنه في تطور وفي اضافات طيبه جدا لتعليم القاعده. نعم، ختاما استاذه منال، كلمه توجهينها لاولياء الامور حول أهمية تعلم القاعدة النورانية والاستفادة من موقع الوزارة الخاص بها. والله هي الكلمة اللي أنا أوجهها إن إحنا سبحان الله إحنا الزمن يعني زمن الموجودين إحنا فيه أصبح عندنا نحن العرب عجمة في اللسان، يعني ما صرنا فصحاء كما كان الأولون يعني. فاللي أنا فعلا بوجهه إني للأب والأم إن أم وجهوا أطفالكم قبل تعلم اللغات الأخرى لتعلم القاعدة النورانية أو الدروس الهجائية. لماذا؟ لتعديل اللسان، لتعلم القراءة بشكل طيب، لبعد ذلك نرتقي للغاية الكبيرة وهي تعلم القرآن الكريم قراءة وتلاوة صحيحة. والحمد لله موجود في مراكز التحفيظ سواء في البنين أو البنات ما شاء الله موجود من سن 4 سنوات بنستقبل لتعليم القاعدة النورانية، لتعليم الدروس الهجائية، لتعليم كيفية قراءة القرآن. فأوصيهم صراحة أن هم يستغلوا هذا الأمر ويذهبوا بأبنائهم إن شاء الله للمراكز ديت ويستفيدوا
من الخدمات اللي بتقدمها الوزارة على موقعها الإلكتروني. شكرا لك الأستاذة منال عبد الحميد، موجهة قرآن كريم ومدربة معلمات الدروس الهجائية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مشاهدينا الكرام، نبقى مع جماليات اللغة العربية، إذ تنظم مكتبة قطر الوطنية خلال الفترة الممتدة بين 16 و11 من نوفمبر الجاري أسبوع خاص من الفعاليات والندوات تحتفي من خلاله بفنون وجماليات فن الخط العربي. خلونا نتابع. تنظم مكتبة قطر الوطنية بدءاً من 6 نوفمبر الجاري أسبوعاً خاصاً من الفعاليات والندوات التي تحتفي بفنون الخط العربي وجمالياته، وذلك لاستكشاف حاضره ومستقبله. وسيبدأ أسبوع الفعاليات بفتح باب التسجيل في مسابقة الخط العربي على أن يختبر أصحاب أفضل 30 عملاً فنياً للمشاركة في المسابقة، ثم إعلان الفائز في المسابقة فيما بعد. ومن الفعاليات المقامة خلال الأسبوع محاضرة بعنوان الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الخط العربي، وستقام المحاضرة في 7 نوفمبر بالتعاون مع كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة. وفي 11 نوفمبر ستنظم جلسة تعريفية حول كيفية البحث عن مراجع الخط العربي، وستختتم فعاليات الأسبوع بإقامة ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة الفنون والثقافة والتراث. وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة وتفاعلكم مع سؤال حلقتنا وسؤال حلقة الأحد. ما هوايتك المفضلة ومتى تمارسها؟ ما هوايتك المفضلة ومتى تمارسها؟ هاي سؤال حلقتنا للأحد. نشوفكم الأسبوع المقبل على خير مع مواضيع وفقرات متنوعة من برنامجكم الصباح رباح، وفمان الله.